حاجة أنا يعني القرآن متى قرئ من القلب وصل إلى القلب ويتأثر صاحبه به على طول. هل نستطيع أن نقول أن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد كان له طريقة خاصة في تلاوة القرآن الكريم؟ والله طريقة بين جيله. نعم أنا كانت لي طريقة خاصة صحيح، يعني طريقتي ما حدش يعني ما كنتش ما خدتهاش من حد أنا. نعم. أنا شقيت طريق خاص لي، بل دلوقتي يعني لي بسمع كثير مقلدين لي كثيرين في مصر وفي غير مصر، يعني في ماليزيا وفي اندونيسيا لما بنسافر بلاد. واحساسك وشعورك عندما تسمع من يحاول تقليدك؟ والله انا بقلديهم يعني، وبعدين التقليد ده انا بحب يعني ما بشجعهوش قوي، لانه التقليد ده يعني ليه عمره قصير، يعني صاحبه يتعب، لان المقلد دايما يتعب في التقليد، لان هيجي فتره وما يستطيعش التقليد، لازم الانسان يتخذ له طريق لوحده عشان يقدر يستطيع ان يستمر في القراءه. ثم التقليد بيبقى فيه تكليف، التكليف هيجي في سن معين هيبقى محدود فينتهي.